أرسلتي هنا من فوق دلتا مصر دلتا منين العظيم، نحن أصبحنا أكثر إيمانا ويقينا برسالتنا بقيمنا وبمهمتنا وقدرتنا على الإنجاز والإنتاج والإبداع. رسالتنا هي الرسالة الإنسانية التي علمها لنا المصطفى صلى الله عليه وسلم، والتي ستبقى باقية خالدة أبد الدهر. رسالتنا أن نساعد، أن نعلم، أن نرشد، أن نهدي، أن ندافع، أن نحقق، أن نرسم، أن نرفع المعاناة عن أي إنسان في كل زمان وفي كل مكان. رسالتنا هي ألا نتوقف ولا نمل ولا نحيد ولا نيأس ولا نستيأس. هذه الرسالة هي رسالة الإنسانية الخالدة التي أتت بها كل الرسل الذين أرسلهم الله سبحانه وتعالى إلى الأرض المعمورة كي يهدوا بها الناس، واهتدوا من اهتدى، وضل من ضل، وغوى من غوى. أما نحن وماضون على العهد بإذن الله، وأنتم يا شباب لابد أن يكون لكم رسالة ومهمة ورؤية وقيم وأخلاقيات تصنعون بها رسالة الحياة التي أتى بها المصطفى صلى الله عليه وسلم من قبل 14 قرن.